فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حينما كنا صغارا كان أهلنا يعدون الحناء ليلة العيد، ثم ندخل على حوش الغنم ونضع الحناء على رأس بعض الأغنام، فهل يكون هذا كالإشعار والتقليد فيكون من باب التعيين ويكون مشروعا؟ هذا علامة على أنها أضحية، علامة على أنها أضحية، فهو تعيين لها، هذا من باب التعيين أنها أضحية لئلا تختلط بغيرها. نعم.